هاي مرحبا لكل اللي عم يشوفونا بهالفيديو، لكل متابعين صفحة جلسة مردلية سونكس يلي المشرفين عليها اخواننا واحبابنا. ان شاء الله نلتقي فيهم قريبا شخصيا. محمد رمو وعبدو الزين من اخوكم بكل تواضع، شادي نينوس جبرو من القامشلي من سوريا، حبيت وانا كمان اسلم عليكم وسلام من بلد بعيد من المغرب لكل أهلنا ولكل أحبابنا ولكل أصحابنا ولكل حدا عم يتابع الصفحة الحلوة يلي عم تفرح الناس وعم توصل هاللون الحلو للناس، وفعلا عم يبذلوا مجهود كتير كبير، يعطين ألف عافية هن وغير شباب. فنطلب من كل اللي عم يتابع الصفحة وزوار الصفحة كمان أنت شجعوهم وانشروا الصفحة وانشروا الفيديوهات اللي عم يتعبوا فيها الشباب، اللي برجع بقول الشباب اللي عم يتعبوا مع كل الفنانين بصراحة. يعني أنا من متابعين صفحاتهم كمان، محمد رمو وعبدو الزين، يعطيكم ألف عافية. وبرجع بقدر كمان أنتم دعمون وزوروا صفحاتهم، رح تنبسطوا كتير وانشروا صفحاتهم، فيها أخبار حلوة وفيها أغاني حلوة وفيها شغلات جديدة دائما لكل فنانين اللي عم يغنوا هاللون الحلو بأي بلد بالعالم. اغنيه عم نسجلها الا جديد، جزراويه مردليه، طبعا كلمات صديقنا وحبيبنا ايمن اسماعيل، وهو لحن الفنان الراحل محمد شيخو. هي اهداء خاص لصفحه جلسه مردليه سونس. ايمتى ترجع قل لي ديلو، شوفك عيني ويفرح قلبي ديلو، لا تخليني تايه بلاك ديلو، اي متى ترجع له، اي متى ترجع قل لي ديلو، شوفك عيني ويفرح قلبي ديلو، لا تخليني تايه بلاك ديلو، اي متى ترجع له. بكرر شكري للاخ محمد رمو والاخ عبدو الزين، مشرفين صفحه جلسه مردليه سونكس، وتابعون صفحات كتير حلوه. تحياتي للجميع.